سنطير إلى الشرق الجزائري حتى نتحدث عن طبق معروف بالملوخية. الملوخية في الشرق الجزائري طبق معروف جدا. طبق الملوخية، نذهب إلى الشرق الجزائري والمبدعين في طريقة تحضير طبق الملوخية، بحيث أنهم يفضلوا تحضير هذه الأكلة وهذا الطبق خاصة في شهر رمضان المبارك، بحيث أن بعض موائد الإفطار في الشرق الجزائري يجهزوا أكلة أو طبق الملوخية. وهو طبق عند البحث عن أصله فنجده ضارب في التاريخ، فقد وجدت النقوش في المعابد في الفترة الإغريقية والفترة الرومانية لشكل نبتة الملوخية، ويسمى أيضا تقال لها أيضا الملوخية أو الجناوية. طريقة الطهو بتاعها بطريقة مختلفة، بعض الأحيان بالمرق الأبيض أو المرق الأحمر. نتعرفوا مع بعض على طريقة تجهيز الملوخية. نحضر قدر، ثم نحط فيه القليل من السمن والبصل المفروم مع الثوم المفروم وأيضا طماطم مفرومة والقليل من اللحم. نقوم بتقلية كل المكونات جيدا، ثم في وعاء خاص نقوم بإضافة تقريبا 5 ملاعق من الملوخية وغمرها بالزيت حتى وتخلط جيدا حتى تأخذ الشكل الكريمي كالكريمة. هذه النبتة في حقيقة الأمر لم يحبها كثيرا الغرب في أوروبا للمادة اللزجة الموجودة بها. انتقلت هذه النبتة عن طريق في الولايات المتحدة الأمريكية أو الأمريكا، يعني قارة أمريكا، عن طريق العبيد من إفريقيا نقلوها إلى هنا. ولكن إذا تحدثنا عن الملوخية في الشرق في مصر فلها قصة أخرى. فالملوخية المعروفة في الشرق كانت في عهد المصري القديم، حيث كانت هناك نبات على ضفاف النيل، وكان في اعتقاد المصريين أن هذه النبتة مسمومة ولم يكن يأكلوا هذا النبتة، وكانوا يسموها خية. ثم توضع إلى القدر وتخلط جيدا، وأيضا نقوم بإضافة الماء القليل من الماء، ومعلومة أن الماء المضاف إلى القدر لابد أن يكون ساخن جدا حتى تعطي الأكلة هذه المذاق الجيد واللون الجيد. لما جاء الهجوم الهكسوس فحتموا المصريين وأجبروهم على أكل هذه النبتة، وكانوا يقولون مولوا خية، معناته كلوا الخية. عندما أكلها المصريون تذوقوها وأصبحت من أهم الأطباق لديهم، فوجدوها أنها طيبة وغير مسمومة. المصريين الجناوية يقال لها البمية، يعني اسم آخر فهي البمية. من الأسرار الخاصة في تحضير طبق الملوخية، وهو يجب أن تطبخ على نار هادئة، ثم يتم تقديمها في صحون خاصة لكي تزين أطباق أو موائد شهر رمضان المبارك. تشع
انتشرت هذه الملوخية، هذا النوع من الملوخية الثاني عن طريق الفتوحات الإسلامية وعن طريق الرحالة الذين كانوا مثلا في الحجر، مواكب الحج وغيرها، فانتقلت هذه النبتة. لماذا؟ لأنه يجب أن نفهم أن هذا النبتة موجودة أيضا في آسيا، لأن إقليمها حار، فهي تنبت في المكان الحارة ولها إقليم خاص. لما جاءت طبعا إلى البلاد المغرب، فبدأوا الجزائريين بشكل خاص، نتحدث عن الجزائريين، يقومون بطهيها بطريقتهم وعلى حسب ذوقهم، ومن هذا انتشرت هذه الملوخية أيضا، النوع الثاني من الملوخية، في الشرق الجزائري.